الحاج حمام مع العمر احد ابناء قريه المرجده. المرجده النهارده كانت تحتفل وكانت في فرح وكانت في سرور وكانت في سعاده، لانه جاء اليوم اللي تحقق فيه وعد الرئيس اللي وعدنا به، وتحقق الحلم انه ابناء المرجده كانوا بيحلموا انه خصوصا الناس الغلابه انه يكون لهم قطعه ارض في بلدهم في صحراء المرجده في خارج الزمام، وده حققنا هذا الحلم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادته، وده كان على خلفيه زيارته لقريه المرجده اثناء افتتاح الصوامع ومشروعات عده تنمويه في محافظه جينا وغير محافظه جينا من خلال الفيديو. فاحنا بنشكره للرئيس وطلبنا منه انه يكون لابناء المرجده نصيب، وخصوصا ان هم دول اصحاب الارض اللي ولدوا فيها، وده الكنز اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في بلدهم، ويجي اليوم اللي يستفيدوا منه هم وابنائهم. فالرئيس يعني مشكورا بعد ما تفهم مشكلتنا اصدر اوامره صدر قراره بتمكين اهل المرجده من 1000 فدان وبقناه تكون على القوات المسلحه، وجهزوهم ودوم هديه لاهل المرجده. تفهم الموضوع اكثر سياده الرئيس مشكورا، ولما نيجي الناس اللي متقدمين وتنطبق عليهم الشروط يقاربوا عن 1000 حاله، منحهم جميعا وطبق عليهم الشروط، منحهم جميعا قطعه ارض اللي هي عباره عن فدانين ونص فدان، واحنا بقالنا يعني داخلين على سنه واحنا منتظرين هذا الحلم لانه هو يتحقق. فكان النهارده معادنا في استلام الارض ديت، او بمعنى اصح يعني ان كل مواطن ليه نصيب في الارض ديت عرف القطعه بتاعته وعرف الرقم بتاعته من خلال قرعه علنيه حضرها سيد المحافظ عبد الحميد هجان والسيد اللواء محمد حلمي رئيس هيئه التنميه الزراعيه، وحد برضه نائب رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه سياده اللواء وائل نعيم، والرقابه الاداريه ولفيف القيادات المسؤوله عن التنميه الزراعيه وفي امن المحافظه والقوات المسلحه والشرطه، وكان شرفنا برضه سيد مدير الامن. فكانت حاجه عظيمه وفرح عظيم احنا شفناه، ويمكن الناس كانت مبهوره بان هي فعلا تحقق الحلم، ما كانش كلام، لانه في كان بعض المشككين بيقولوا انه الكلام ده مش رايح يحصل، لكن الحمد لله هذا من فضل الله علينا انه تحقق الحلم وتحقق الوعد. فاحنا لا نقول ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسياده الرئيس وكل اللي ساعدونا من المحافظه او غير المحافظه والمدينه ومجلس المدينه ومجلس القاده وكل الناس اللي هي ساعدت، والزراعه والتخطيط العمراني في المحافظه، فكل الناس دول كان لهم دور كبير ان هم يساعدونا ويخلوا اهل المرجده يحصلوا على هذا الوعد من سياده الرئيس. فاحنا يعني ممنونين بهذا الكلام ومبسوطين جدا، والناس كانت مبسوطه خالص ان هو حصل هذا الحلم وتحقق عندنا، وده يعني اصل شعور الجميع وداهم فرحه. انا يعني في ناس قابلتني النهارده مسرورة جدا لانها لا تملك من حضانه الدين دي شيء من الاراضي، ولكن لما اصبح النهارده هياخد فدانين ونص هو واسرته، لدرجه انه حد بيقول انا كفايه اروح اتوسع فيهم انا وعيالي ان شاء الله نزرع كام نخله، لكن احنا ان شاء الله هنزرع حاجات احسن ونتعايش منهم ونضيف للتنميه، ودي تبقى يعني ان شاء الله قطار التنميه جاء وقطار التنميه يتحقق في جنة من خلال ارض المرجده اللي هي بيسموها سله غذاء قنا، وان شاء الله باذن الله الخير جاي والخير جاي وجاي كثير باذن الله تعالى. ايه اللي بطالب بيه يا عم حمام؟ نعم ايه اللي بطالب بيه حاليا؟ والله بطالب بيه انه برضو المسؤولين يكونوا على نفس الوتيره بتاعه سياده الرئيس، والمحافظ مشكور يعني عمل جهد مشكور جدا، وسياده اللي هو محمد حلمي وعد انه خلال 3 شهور بعد الناس ما تدفع 15% خلال 3 شهور هتستلم الارض، وخلال 3 سنين يكون الناس زرعت واستصلحت. فان شاء الله نتمنى سواء كان الناس اللي كان ليها نصيب في الري السطحي او ليها نصيب في الابار اللي هي هتتدق ديت ان شاء الله باذن الله، انه المسؤولين يساعدوهم، واي عقبه توقف قدام الناس البسيطه ديت الناس الغلبانه يساعدوهم فيها سواء كانت ماديه او فنيه. فارجو ان هو برضه يوقف جنبهم ويساعدوهم، وانا يعني مبسوط جدا يعني ان ربنا سبحانه وتعالى حقق الحلم، وانه مطالبه السيد الرئيس في محلها وهم تحقق في محلها والناس تستحق، عشان كده عملوا على تحقيق ذلك. فنتمنى انه كل المسؤولين يساعدوا الناس الغلابه دي عشان تقدر تستفيد من هذه الارض خلال الفتره المحدده وقبل الفتره المحدده ان شاء الله. فنسعد لو انه الكل